نروح كمان للمصري الرياضي، وزي ما قلت لكم زي كل يوم لازم خبر عن كهربا. الحساب الرسمي للمصري الرياضي كهربا يطلب الاعاره، المره دي بقى كهربا اللي بيطلب الاعاره، ماشي؟ ولجنه تخطيط الاهلي تتحفظ. عشنا معاكم اسبوع كده، يعني اسبوع 10 ايام في كل توقف، كان كل مره يقول لك ايه؟ بيتسو موسيماني يطلب رحيل كهربا. بيتسو موسيماني غير مقتنع باداء كهربا. بيتسو موسيماني يرفض استمرار كهربا. لقوا بقى ايه؟ مفيش جديد، يعني ايه؟ الراجل اتكلم عنه كويس. كابتن محمود الخطيب طلع كشف كلام مهم جدا بخصوص كهربا ومدى التزامه الفتره الحاليه. فقال طب خلاص بقى نغير الاداء شويه، يعني بلاش بقى ايه بيتسو هو اللي بيطلب، لا كهربا بقى عايز يمشي. يعني تخيلوا لعيب ملتزم وعايز يلعب وعايز يثبت نفسه، ده هو اللي زهق وعايز يمشي. هذا الخبر عاري تمام من الصحه. نفسي في مره افتح حاجه في ترند الاهلي ما فيهاش كهربا. مش عارف ليه دايما زي ما يكون الاخبار الكره المصريه كلها تم اختصارها في كهربا. يا جماعه انت عندكم قضايا خطيره، يعني عندكم قضايا مهمه جدا، يعني كاس العرب اللي بتتلعب دلوقتي، المواقع والصحف والجرايد لو اهتمت وشافت ايه اللي بيتم في البطوله عشان ننفذه في الدوري حتى على الاقل، القاره هيستفيد والمسؤول هيستفيد والناس كلها هتستفيد. لكن الاخبار الفرعيه اللي زي دي اللي بعيد عن الواقع انا مش عارف اهدافها ايه وسببها ايه. انتوا يعني فكره كهربا اللي يمشي من الاهلي الناس هترتاح؟ طيب يعني كهربا طلع اعاره خلاص الناس ارتاحت؟ مش هتلاقي حاجه تكتبها تاني مثلا؟ مش عارف، يعني الفكره في حد ذاتها غريبه. ولجنه التخطيط بترفض، ما اللجنه رافضه وبيتسو ما طلبش وكهربا ما قالش والكابتن الخطيب قال لك اللاعب ملتزم. نديله الفرصه، اقفوا في صف اللاعب، يعني اديله فرصه واقفوا في صفه، طالما التزم وماشي بشكل كويس اقفوا في صفه، هو لعيب مصري في النهايه، ما يمكن منتخب مصر يستفيد بيه يا جماعه في الختام، يعني ممكن يكون موجود مع منتخب مصر في مباراه حاسمه لو تالق مع الاهلي هو اللي يوصلك لبطوله. طيب حساب سبورت 360 مصريه بيتكلموا على لاعب